يسعد اوقاتكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله راح نحضر مع بعض البوريك التركي بالجبنه، وصفه سريعه وسهله كتير. بعشر دائما نحضر احلى صينيه بوريك لذيذ كتير، بتنفع لفطور او لعشاء او لسحور رمضان. راح نحضرها بمكونات سهله وبدون بيض، وبنتيجه رهيبه، طريه من جوا ومقرمشه من برا بحشوة الجبنة، وممكن كمان تعملوها بحشوات مختلفة. بنصحكم تجربوها وعلى طريقتي الخاصة، وأكيد راح يحبوها عيلتك وولادك وراح يطلبوها منك دايما. بس قبل ما نبدأ حبايبي، بتمنى تحطولي لايك وتشتركوا بالقناة بزر الأحمر الأسفل الفيديو لتكبر عائلتنا الحلوة فيكن. ما تنسوا حبايبي تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول شي حبايبي رح نحضر حشوة الجبنة اللي رح نحشي فيها البوريك. أنا رح أعملها بحشوة الجبنة المشكلة. أنا برشت أنواع مختلفة من الجبنة، جبنة موزاريلا، عكاوي، فيتا وشيدر، أي نوع جبنة متوفر عندك ونكهته طيبة وبتحبيه ممكن نضيفه. هاي الخلطة من الأجبان بتطلع كتير طيبة. وهلأ رح نضيف عليها معلقة كبيرة حبة البركة أو حبة السودا، ورح أضيف عليها كمان معلقة كبيرة زعتر ناشف، وممكن كمان نستبدل الزعتر الناشف بنعنع ناشف، ونضيف عليه كمان معلقتين زيت زيتون. وهلأ بنحركهم كلهم مع بعض، وهيك الحشوة صارت عندي جاهزة. وهلا حبايبي لعمل البوريك نحن بنحتاج لعلبة ونص أو لفة ونص من عجينة الكولاج أو البقلاوة. حبايبي هاي الصينية اللي أنا رح أعمل فيها البوريك وأشويها فيها بالفرن. نحن بحاجة كمان إلى علبة كريمة سائلة خاصة بالطبخ. بننتبه ما بنستخدم الكريمة الخاصة بالحلويات لأنه بتكون فيها شوية سكر. وزن العلبة تقريبا 450 جرام، تطلع تقريبا كاسة وثلاث أرباع من الكاسات المعيارية، وممكن نستعمل للكاستين ما في أي مشكلة. نحن كمان بحاجة لثلث كاسة زبدة سايحة. أول شي بندهن الصينية مسحة خفيفة من الزبدة السايحة. هلا حبايبي بضيف ورقتين من ورق الكولاج او الرقايق او البقلاوه. نحن بسوريا بنسميه ورق الكولاج او البقلاوه بنسميه رقايق. هلا بنحطها بقلب الصينيه، والزياده عن الصينيه من ورق الكولاج بنتنيها لداخل الصينيه، ما في اي مشكله ولا بياثر عليها ابدا. بعد الخبز بيطلع شكلها كتير حلو ومرتب مثل موضح حبايبي بالفيديو. هلأ حبايبي بدهن بكمية وفيرة من كريمة الطبخ، أنا فرغتها بهذا الصحن لسهولة الشغل. بضيفها فوق ورق الكولاج وبدهنها وبحط كمية وفيرة. حبايبي إذا ما متوفرة عندكم كريمة الطبخ وحابين تعملوا هاي الأكلة، ممكن تستبدلوها بكاستين حليب سائل ونضيف عليها علبة قشطة. بنخلطهم كلهم مع بعض وبنستخدمها بديل عن علبة الكريمة السائلة، وبتطلع نكهتها كتير طيبة. وهلا حبايبي بندهن دهنة خفيفة من الزبدة فوق الكريمة السائلة. ممكن كمان ندهن بالأول زبدة وبعدين ندهن كريمة سائلة على حسب الرغبة، لأنه هني بالآخر رح يخلطوا مع بعض. صح حبايبي هاي الأكلة شوي دسمة بس بتستاهل نحضرها لأنه كتير طيبة. هلا حبايبي برجع بضيف ورقتين من الكولاج فوق الورقات اللي نحن حضرناها بالأول، وبرجع بدهنهم كريمة سائلة وزبدة، وضيفوا كمية وفيرة من الكريمة السائلة بتطلع أطيب بكتير. بس لا تكتروا زبدة، اعملوا مسحة خفيفة بس من الزبدة بتطلع أخف وأطيب. وبنعمل طبقات على حسب الرغبة. أنا استخدمت علبة ونص من ورق الكولاج أو الرقايق أو البقلاوة، وأنا حطيت نص الطبقات من تحت ونص الطبقات من فوق. حبايبي إذا طلع معكم من ورق الكولاج أو ورق الرقاية أو البقلاوة قطع مقطعة شوي، ما في أي مشكلة بنحطها عادي. أهم شيء آخر طبقة يكون شكلها حلو ومرتب عشان يطلع معنا شكل الطبقة مرتب والوريك حلو وقت التقديم. هلا حبايبي بهاي الطبقة ما بدها زبدة وكريمة لأنه أنا رح ضيف الحشوة عليها.
رح ضيف حشوة الجبنة اللي حضرناها مع بعض وبضيف كمية وفيرة لأنه بتطلع أطيب بكتير. ممكن كمان نحشيها أي حشوة نحن منحبها، ممكن نحشيها لحمة مفرومة أو دجاج أو جبنة وسبانخ أو جبنة وبقدونس على حسب الرغبة وشو بتحبوا تكون الحشوة، بس هون حشوة الجبنة الكل بيحبها وبيحبوها الكبار والصغار. هلأ حبايبي منضيف ورقتين كولاج أو بقلاوة أو رقايق ومنرجع مندهنها بدهنة وفيرة من الكريمة السائلة ودهنة خفيفة من الزبدة، وهيك حبايبي منضل منكرر العملية لنخلص كل الطبقات. هلا حبايبي بالطبقة الأخيرة مندهنها كريمة بكمية وفيرة ومندهنها دهنة زبدة، وبعدين رح نقطعها مربعات على حسب الرغبة. هلا حبايبي صينية البوريك رح اقطعها مربعات، وانتو بتقطعوا حبايبي بالطريقة اللي بتحبوها على حسب الرغبة، ولما منقطعها بدنا ننتبه عليها شوي شوي لانه الرقايق او عجينة الكولاج شوي طرية. هلا حبايبي منزينها بالسمسم وحبة البركة أو حبة السودا، وطبعا على حسب الرغبة، إذا ما بتحبوا تزينوها لا تزينوها على حسب الرغبة، بس مع السمسم وحبة البركة أو حبة السودا بتعطيها شكل كتير حلو وطبعا نكهة مميزة. هيك حبايبي صينية الكولاج عنا صارت جاهزة، هلأ مندخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 من الرف الوسط، ومن تحت بس تحمرت وأخذت اللون الحلو من تحت ما بتاخد وقت كتير، تقريبا من 10 دقائق إلى ربع ساعة بتصير عنا جاهزة. وبعدين منحمرها من فوق، من ننتبه عليها لأنه بتكون عجينة الكولاج هون حساسة وبتحترق بسرعة، ودرجة التحمير على حسب الرغبة. وهيك صارت جاهزة حبايبي، شايفين لونها وشكلها ما أحلى، ولسه ريحة عبة البيت طلعت كتير كتير طيبة، طرية من جوا وبتقربش قرمشة من برا. بنتركها تبرد شوي بعدين منقطعها لنقدر نقطعها بكل سهولة، وبعدين منقطعها ومنحطها بصحون التقديم ومعها أبريق شاي بالنعناع. يا سلام، شي ناهي كتير طيبة لفطور لعشاء لسحور في أيام رمضان. بتمنى تجربوها لأنه وصفة كتير رهيبة وكتير رح يحبوها ولادك وعيلتك.
بتمنى تجربوا الوصفة حبايبي وتبعتوا لي صور تطبيقاتكم للوصفة على حسابي على الانستغرام، الرابط لصندوق الوصف، لأنه وصفة كتير طيبة وسهلة ومميزة وكتير رح يحبوها أولادك، عن جد كتير رهيبة وشي ناهي على الآخر. وإذا حبيتوا الوصفة حبايبي بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة بالزر الأحمر الأسفل الفيديو لتكبر عائلتنا الحلوة فيكم، وما تنسوا حبايبي تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا، وإن شاء الله حبايبي بشوفكم بوصفة جديدة. بأمان الله.